طب ايش في سياره تحلم فيها انك تضيفها للمتحف؟ اوه بتعرف انا بحب البورشيت من انا وصغير، واسس اول نادي بورش كلوب بالشرق الاوسط وبلبنان، مش هيك يعني انا ميل للبورش، وهلا طلعت بورش جديده وحصل لي الفرصه اطلع فيها بهولندا، بس ما سوقها، ما خلوني سوقها بعد الجديد. بعد ما سقنا السياره لا بعد هيك، بس انه هيدي حلمي اكيد في مجال للمتحف. قد زرت البي اي سي تراك او ايش عندك كونكشن مع السعوديه؟ اكيد انا ما بروح سبق البحرين ولا تبع ابو ظبي بالفورمولا 1، هلا كنا هونيك ورح نروح كمان باخر السنه، اكيد احنا شرف للبلاد العربيه انه عندنا هالسباقات يعني الحلوه أخبار. اكيد ومتابع الراليات بطوله وشاركت فيهم بالشرق الاوسط، وحتى مع دادو هو دفشني نوع على السعوديه، عملنا في اول بطوله البورش جي تي 3 وعملت نتيجه حلوه من ورا تعليمي. انا طمنت، انا هذا السؤال اللي أمر. كانوا منزلينه بكاتيجوري اسمها سيلفر كاتيجوري للناس اللي جايين جديده، بالعكس صار بالاخير عم يتنافس مع الجولدن كاتيجوري اللي هن اليونج واللي عندهم اكسبيرينس كلها. اوكي طيب.